وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد، الحمد لله الشافي المعافي. نحمد الله جل وعلا على ما من به سبحانه وتعالى، ونشكره على آلائه العظيمة ونعمه الجسيمة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي أعادنا لهذه المجالس الطيبة التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعاً العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأهل والمال، ونسأله جل وعلا أن يلبسنا جميعا لباس الصحة والعافية. أيها الكرام، هذه الليلة بعد توقف اضطراري أتحدث عن وقفة أو وقفات مع قول إمام الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث قص الله جل وعلا خبره في كتابه جل وعلا. فكان من الدعوات التي دعا بها أبو الأنبياء وإمام الحنفاء قوله: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. الله جل وعلا قدر البلاء في هذه الدنيا، فإن هذه الدنيا دار ابتلاء وليست دار قرار وسكن وراحة ودعة، فهي لا تصفو لأحد، على حد قول القائل: خلقت من كدر. الدنيا خلقت من كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقداء، ومكلف الأيام ضد طباعها، متلمسا في الماء جذوة نار، أو كما قال القائل. هذه طبيعة الدنيا، يعني الذي يريد دنيا هكذا سليمة، يعني ما فيها لا أحزان ولا فيها أمراض ولا فيها أوجاع ولا فيها أوصاب ولا فيها أنصاب ولا فيها هموم ولا غموم، هذا ليس شأن الدنيا، هذا في الجنة. يعني لا يكون ذلك، لا تخلو الدنيا من الأعراض والآثار التي تؤثر على الإنسان وتحزنه وتصيبه بالأنصاب يعني الأوجاع، والأوصاب يعني الأمراض والهموم والأحزان. هذه هي طبيعة الدنيا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يصيبه وصب أو نصب، ما من مؤمن يصيبه نصب، نصب يعني التعب، نصب يعني تعب، ما من مؤمن يصيبه نصب ولا وصب، وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن يا أخي المسلم، هذا هو الفرق بينك وبين غير المؤمن. أنت مؤمن، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنت تؤمن بأن هذه الدار هي دار ممر وطريق ودار ابتلاء، وأن وجودك في هذه الدنيا وجود مؤقت، وأنك سوف تعبر من هذه الدنيا إلى الآخرة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ووالدين من أهلها. فإذن يا أخي الحبيب، لابد أن تستشعر هذا المعنى، أن تستشعر أنك في دار ابتلاء، لابد أن يصيبك ما يصيب الخلق. ولو كان أحد من الخلق ينجو من هذه الابتلاءات وهذه الأعراض وهذه المصائب لسلم منها الأنبياء، بل إن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، كما جاء في الحديث الصحيح: أشد الناس ابتلاء الأنبياء.
ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، أو كما جاء في الحديث. فإذا أشد الناس ابتلاء الأنبياء. انظروا إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قدوتنا وأسوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياته؟ نشأ يتيما، ضيق عليه في بداية دعوته، وعاش في كنف عمه أبو طالب، وتعرض للأذى، وطربت قدماه بالحجارة، أدمي عقباه، وشج رأسه، وكسرت رباعيته، وطرد من بلده، ومات له ابنتان أو ثلاث من البنات متن في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق له ولد إلا فاطمة، فاطمة هي التي بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل أبناؤه ماتوا في حياته، ماتت زوجته خديجة تعرض للبلاء، طرد من بلده، وهو الذي كان يسمى الصادق الأمين، وهذا مما يخفف الهموم والأحزان على كل من ابتلي وعلى كل من تعرض للبلاء، البلاء في بلاده وطرد من بلده أو شرد من بلده لسبب أو آخر، فإنه يتذكر بلاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين. ما كان يخطر له ببال ولا يلوح له بخيال بأن قريشا سوف تجرؤ على طرده من مكة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عند ورقة بن نوفل، قال أو مخرجيهم، يعني استغرب لما ذكر له ورقة بن نوفل وهو قريب خديجة وكان قد قرأ في كتب أهل الكتاب، لما سمع ما الناموس الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، قال له إن هذا هو الناموس الذي جاء ونزل على موسى، وإنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج من بلده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في الابتلاء. كذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه المرض وكان يوعك، وقد أكل من الشاة المسمومة في خيبر، ولا زال أثر الشاة المسمومة في بدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحظة وفاته، حينما يعني استحكم ذلك السم، وكان من أسباب وفاته صلى الله عليه وسلم تلك الأكلة المسمومة التي أكلها في خيبر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في مرض موته، ووجده يوعك وعكا شديدا، يعني الحمى تفور من بدنه صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال نعم إنني أوعك مثل ما يوعك الرجلان منكم، وذلك لأن له من الأجر ويعني ما يضاعف الله عز وجل به الحسنات الأنبياء، الأنبياء يشدد عليهم. فكذلك يا إخواني في الله، ينبغي على المسلم أن يأخذ العبرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن هذه الدار دار ابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الابتلاء هو الذي يظهر الصادق من الكاذب. في وقت الرخاء وفي وقت الراحة والدعة
كل الناس يدعي يقول لك أنا مؤمن، أنا موحد، أنا صادق، أنا مدري كيف، لكن إذا جاء الابتلاء، إذا جاء الابتلاء أيا كان هذا الابتلاء، سواء كان هذا الابتلاء يعني في 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 المال، في النفس، في البدن، في الأهل، في 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 بالمرض، الابتلاء مثلا بالتضييق في جانب معين من جوانب الحياة، أيا كان نوع هذا الابتلاء، إذا جاء الابتلاء يظهر الصادق من الكاذب. من الذي يصبر؟ يعني كما قال العلماء، من أعظم حكم الابتلاء إظهار عبودية الصبر، الصبر. ولنبلوكم، قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تبارك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم ايش قال بعدها؟ وبشر الصابرين، منهم الصابرون، بشر الصابرين. كمل الآية اللي بعدها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الصابر، الصابر الذي يعلم أن ما أصابه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس، يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا تقل يعني، وهذا من المداخل التي يتسلل من خلالها الشيطان على المؤمن في أي مصيبة تصيبك، تصيبك في 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 مالك، في أهلك، في في بدنك، في أي مشكلة. بعض الناس يقول يا أخي والله أنا لو يعني ما سويت كذا كان ما صار كذا، أنا لو ما سافرت كان ما حصل كذا، أنا لو ما وديت ابني المكان الفلاني هذا ما حصل هذا كذا. يا أخي غلط، لا تقل هذا، قل قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان. فإذا هذه العقيدة الراسخة التي تميز بين المؤمن وغير المؤمن. أنتم تشاهدون في هذا العالم المتلاطم بالماديات، نحن الآن في زمن وفي عالم يعني التكنولوجيا والثورة المعلوماتية وعالم الماديات، انظروا حجم ما يعيشه هذا العالم هنا وهناك من الاكتئابات ومن المصائب ومن التوترات النفسية. وفروا كل الدواعي المادية التي تدعو إلى الرفاهية والراحة، ومع ذلك ما وجدوا الراحة، يعني يزعمون بأنهم وفروا الراحة وهم في الحقيقة كثير منهم يعني يعاني من الاكتئاب. انظروا إلى العيادات، اسألوا الأطباء عن عيادات الاكتئاب النفسي، ومن هم رواد، من هم رواد هذه العيادات؟ كثير ممن يراجعون في العيادات الاكتئاب النفسي هم من أصحاب المال ومن أصحاب الوظائف ومن أصحاب الزوجات والأولاد، يعني ما يتعلق بالأمور الدنيوية كلها متوفرة عنده، لكن إيش؟ هذا عنده خلل، عنده نقص داخلي يحتاج أن يسده. ولذلك يقول العلامة ابن القيم، يقول ابن القيم إن في النفس لحاجة، إن في النفس لحاجة لا يسدها إلا الله عز وجل. في النفس البشرية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا الذي خلقك ربك سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يعني كون هذا الإنسان، والله عز وجل يعلم ما يصلحك، ما الذي يصلح هذه النفس البشرية. الإنسان مكون من جسد وروح، صح ولا لا؟ جسد وروح. العالم المادي، العالم المادي الذي ترونه الآن بحضارته وثقافته وتكنولوجياته وما إلى ذلك، العالم المادي يهتم بالبدن، يهتم بترفيه البدن، صح ولا لا؟ يوفر له الأكل، يوفر له النساء، يوفر له السكن، يوفر له السيارة، يوفر له، يرفه البدن، لكنه ما اهتم بالروح.
ولذلك تجد أن كثير من هؤلاء تنتهي حياته بالانتحار، ولا لا؟ ينتهي بالاكتئاب، ينتهي بالانتحار. تجد كثير من الذين ينتحرون أثرياء، يملك مليارات، مئات الملايين، لماذا ينتحر؟ ينتحر لأنه غذى البدن ونسي الروح، ما غذى الروح. يقول ابن القيم: إن في الإنسان أو في النفس لحاجة لا يسدها إلا الله جل وعلا. ولذلك يا إخواني، أنا أذكر نفسي، يعني هذه الكلمات، يعني أنا المستفيد الأول منها، أنا أذكر نفسي أولا المقصرة، لأني أنا بحاجة إلى التذكير، وتصيبني الغفلة كما تصيبكم الغفلة. أقول: نحن بحاجة أن نقترب من الله عز وجل، بحاجة أن نتذكر أن هذه المصائب أولا هي من الله بقدر الله جل وعلا، أن المصائب ربما كانت لذنوب ألمينا بها، أن هذه المصائب تكثير للخطايا ورفعة للدرجات. هذه المصائب لا بد أن نقترب في هذه المحن وفي هذه المصائب بأنواعها، أن نقترب من الله تبارك وتعالى، أن نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. قال جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. ولذلك يخطئ بعض الأطباء، ولا سيما من المسلمين للأسف الشديد، تجد بعض المسلمين، بعض الأطباء حينما يواجهون بعض الأمراض يقول: هذا المرض ليس له علاج. هذا غلط، غلط. لماذا؟ لأن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الأمراض كلها لها أدوية، حتى الأمراض المستعصية الآن، ويعني أمراض الدم والأورام وما إلى ذلك، هذه لها علاج، لكن ممكن أن يقول لا يعرف لها علاج، لم نتوصل إلى علاج. لكن ما تقول ليس له علاج؟ لا، له علاج، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا وله دواء. فلذلك فلتتعلق القلوب بالله جل وعلا مهما كان المرض. يا أخي، علق قلبك بالله جل وعلا، وهذه الحقيقة يؤكدها الأطباء حتى في زماننا هذا. ألا تسمعون أن كثير من الأطباء يقولون يعني أن الجانب النفسي المعنوي عند المريض أهم من الجانب البدني، صح ولا لا؟ يقولون أهم شيء الجانب المعنوي. طيب، الجانب المعنوي النفسي هو الإيمان بالله، والارتباط بالله عز وجل، والتعلق بالله عز وجل. لماذا تجد الآن المؤمن الصادق يبتلى وترى في وجهه النور وهو مبتسم ومبتهج ومرتاح، وترى غير المؤمن حينما يبتلى تراه مكتئب متوتر؟ لأن هذا عنده ارتباط بالله عز وجل. هذا الجانب المعنوي هو الإيمان، التوحيد، حقيقة التعلق، التعلق بالله عز وجل. الحديث يعني يطول بنا أيها الكرام ويتشعب، ولكني أحببت يعني في هذه الليلة بعد الانقطاع أن أذكر نفسي بهذه الإلماحات وهذه الإشارات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلبسنا وإياكم لباس الصحة والعافية. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم بارك في أعمارنا وأيامنا، واجعل كل ما أصابنا كفارة لنا يا أرحم الراحمين، ورفعة لنا في الدارين، واجعلنا مباركين أينما كنا، إنك سميع قريب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.